ما شاء الله. منحت السيد عثمان الطفل الذي انتظره منذ وقت طويل. هل لسيدنا فقط بل لقبيلتنا؟ الحمد لله أننا رأينا هذه الأيام. يا سيدات، يجب أن يعرف الإنسان لأين سيصل الكلام الذي يقوله. اسمحوا لنا. إن سمحت لي، لدي ما أقوله لك. سأذهب إلى عملي بعد إذنكم. زويا، ألاجا، تعاليا وساعدان. خيرا يا سيدة بالا، ما الأمر؟ زويا، أشك ببعض أحوالها. لكن لماذا؟ قالت لجونجا إنها ذاهبة إلى دكان الأقمشة، ولكنها لم تذهب. ليس هذا فقط، أصبحت تختفي من القبيلة باستمرار. أريدك أن تحذري من زويا. زوجة السيد عثمان تترك أعمالها وتراقب المسكينة التي تساعدني؟ من الواضح أنك استأتي لأنني أدخلت زويا إلى القبيلة دون إخبارك، ولكن عليك ألا تقلقي، أنا أضمنها. قلت ما سأقوله، واتخاذ القرار يقع عليكِ.